وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث، وهذا الأثر كما ذكر هو أثر ذكره البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا تفسير من ابن عباس لهذه الآية. وقد قيل بأن تفسير الصحابي في حكم الحديث المسند، أي في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقال إن الشيخين البخاري ومسلما يريان بأن تفسير الصحابي من قبيل الحديث المرفوع. وقد أجاب ابن الصلاح رحمه الله وغيره فقال: هو مرفوع إذا كان في أمر ليس للرأي فيه مجال، وأما إذا كان تفسيره عن طريق النظر في اللغة فيكون في حكم الحديث الموقوف على الصحابي. وأما تفسير الصحابة فلا شك أنه حجة،